يدور جدل يبدو أنه فضفاض حول مشكلة الأصالة والمعاصرة، ذلك أن أغلب الذين يناقشون هذه النظرية يناقشونها مناقشة شكلية وتجريدية، لكننا حينما نلقي نظرة على الحداثة الإبداعية العربية سوف نجد كثيرين من فنانين العرب في مصر وسوريا ولبنان والعراق يعالجون هذه القضية معالجة داخلية إبداعية. وحينما نقرأ نعمان عاشور في مسرحيتيه الرائدتين المعروفتين الناس اللي فوق والناس اللي تحت، سوف نجد أن نعمان عاشور حاول معالجة هذه القضية قبل أن يتطرق إليها هؤلاء المنظرون الشكليون، بل أنه حاول أن يعطي معادلا فكريا ملموسا في التراث العربي المعاصر في مسرحيته الحديثة تقريبا رفاع رافع الطهطاوي بشير التقدم. فإلى أي مدى استطاع نعمان عاشور أن ينجح في طبخ هذه الصيغة في فنه المحبب والمعروف به فن المسرح؟ والواقع أن النظريات الأدبية بتطلع بعد الأعمال الأدبية ما بتكون وجدت، إنما نظرية الإثارة والمعاصرة ما هيش حاجة جديدة يعني أو ابتكار جديد، إنما هي نظرية معروفة يعني، ودائما بيحكم على الأدب بهذين الحكمين، إنه أدب أصيل أي نابع من أعماق الفنان المرتبط بالبيئة والمرتبط بالمجتمع والتطور المجتمع بتاعه، وفي الوقت نفسه هذا الفنان يجب أن يكون ابن العصر اللي بيكتب عنه، بمعنى إنه يربط بين حاجتين اتنين، بين إن الفن بتاعه يبقى صادق ومعبر عن الواقع الاجتماعي اللي هو بيعيشه، وفي الوقت نفسه أن هذا التعبير يأخذ شكل الارتباط بالتطور الحضاري القائم في العصر اللي هو عايش فيه. ده المفهوم البسيط لكلمة الإصالة والمعصر. أنا لما بدأت كتابتي المسرح بدأت سنة 50 أو بعد سنة 50، يعني في أواسط الخمسينات تقريبا ظهرت مسرحيتي الأولى اللي هي قبل التجربية الأولانية، قبل الناس اللي فوق والناس اللي تحت، كان ليها مسرحية اسمها المغناطيس برضك تحمل طبع اجتماعي ودلالة اجتماعية، ودي اللي دفعني بقى إلى الكتابة المسرح. ظروف المسرح أياميها ما كانش فيه تقريبا عندنا حد بيألف للمسرح غير أستاذ توفيق الحكيم، وكانت مؤلفات الأستاذ توفيق الحكيم بتصدر كأعمال أدبية أولا مش كأعمال مسرحية، بمعنى أنها بتخرج في كتب وبعدين تعرض على المسرح، فيها بعضها مسرحات قابلة للعرض على الجمهور ومسرحات غير قابلة للعرض على الجمهور، يعني من الصعب الجمهور يرتزق. العمل اللي أنا عملته الحقيقة في الفترة دي أني ابتديت أقدم أعمال مسرحية صالحة أو لها القدرة والقابلية على أنها تزوقها الجمهور ولها قيمتها الأدبية، ولذلك بدأت أن أكتب للمسرح مباشرة نصوص مسرحية. بعد ما كانت بتعرض هذه النصوص بسنة أو اثنين أو ثلاثة بقيت أطبعها في كتب، فالكتابة ما جاتش من يعني صحيح أن أنا خرجت من جوف أو من داخل أو من بطن الحركة الأدبية، لكن ارتبطت بالمسرح ارتباط مسرحي مش ارتباط أدبي في الأول، وده اللي مكنني من أني أهضم أو أتأثر بالطائرات اللي كانت موجودة في تلك الفترة وأبرزها وأمام الطائر الواقعي اللي هي الفترة اللي حتى نجيب محفوظ كان بيكتب فيها رواياته الواقعية، وكان ابتدى يثور الشعراء نفسهم على الرومانتيكية، كان كان ابتدى يظهر ألوان جديدة من الأدب أو مذاهب جديدة أو تطورات جديدة للأدب عندنا، أبرزها المدرسة الواقعية اللي ظهرت في الفترة دي. فأنا استطعت في مسرحياتي الأولانية وهي المسرحيتين اللي لهم دلالة فعلا واللي بعرف بيهم دائما اللي هو الناس اللي فوق الناس تحت زي ما ذكرت حضرتك، ابتدأت أخذ هذا الخط أني
نابع مسرحيات نابعة من واقع البيئة الحية اللي أنا بعيشها، بترتبط بتراث هذه البيئة من الأفكار والآراء والمثل والتطلعات، وفي الوقت نفسه بتحاول بتعرضها للبيئة إنها تربط ما بين هذه البيئة وما بين الحضارة التي تتطلع هذه البيئة أنها تلعب دور فيها أو تعيشها، اللي هي الحضارة، حضارة العصر اللي احنا عايشين فيه. فبتيجي من هنا عملية نظرية، أو بتطبق في هذه الحالة نظرية الإصالة والمعاصرة بدون تعريفات نظرية، بمعنى إنها موجودة أصلا في قلب العمل اللي أنا بعمله. ولذلك في أواخر أو في منتصف أوائل السبعينات تقريبا، لما جيت أكتب تاني وأجدد من نوعية الكتاب بتاعتي، فكتبت مسرحية رفاعة الطهطاوي برجع فيها إلى الأصول الحضر، الأصول أو الجذور، جذور الإصالة في الفكر والثقافة المصرية كما كان يمثلها هذا الرجل، وفي محاولاته بالذات الربط بين البيئة العربية اللي بتمثلها مصر والبيئة الحضرية اللي هو عاش فيها وهي بيئة المجتمع الأوروبي، بحيث أن احنا لا نكون، يعني لا ننكفئ على أنفسنا في داخل الماضي وننحصر في الماضي وبس، إنما نرتبط بالحاضر أيضا. الحقيقة كانت رفاعة الطهطاوي عبارة عن تلخيص للجذور الثقافية اللي خلتني، أو اللي اكتشفت فيما بعد إنها خلتني كتبت الناس اللي فوق والناس اللي تحت بهذه الروح، يعني في المرحلة اللي كتبتهم فيها. الواقع إن كتابة المسرح في المرحلة دي بالذات كمان كانت مهمة جدا، عملية التأليف المباشر للمسرح. الفترة دي ما كانش، كان أغلب المسرحات اللي بتعرض عندنا يا إما مقتبسة المسرح الفرنساوي، يا إما مأخوذة عن المسرح الإنجليزي، يا إما إعداد لأفكار مسرحية، يا إما تعريب، نوع من التعريب، أخذ المسرحيات وتغيير أسماء الأبطال الأفرنجي ووضع أسماء عربية عليها، وده كان وضع ما بيديش المسرح فرصة أنه ينمو أو ينضج أو يتطور، ولذلك كانت المسرح في حالة توقف على النهاية. لما بدأت أنا الكتابة، ممكن من حسن حظي نسيني كبير شوية وبدأت قبل إخواني الآخرين، بدأت بمسرحيات أو بمسرحات مؤلفة تأليف خالص للمسرح، بمعنى إن ما كانش عندنا في المرحلة اللي قبلها مؤلفات بتطلع بتكتب للمسرح مباشرة. فلما كتبت هذه المؤلفات ونجحت ولقت إقبال جمهور، كان معناه إنه إننا وضعنا يدنا الأول مرة على المسرح المؤلف اللي إحنا بنحتاجه، اللي هو المسرح اللي فيه تكنيك المسرحي متكامل، وفيه اللي بيقدر يهضم موضوعه، واللي بيقدر يقدم للناس موضوع من واقع حياتهم ولكنه مربوط بخارج البيئة، وهو القيم والمثل والتطلعات اللي بتطلعها العصر اللي أنا بقى. مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا هجر، وعينان قال الله كونا فكانتا فعلان بالألباب، ما تفعل السحر أو ما يفعل السحر. هذا لا يدل على أنه عربي في شملته، لا يعرف إلا البداوة. انظر إلى وصف العينين وسحرهما، كيف كيفهما وصورهما وأبدع وأمتع. فلا بد للشاعر أن يكون منداح الجوانب، منداح اللغة، منداح الخيال في كل شيء، فهو ليس لغة فقط. لكنك يا أستاذ تحاول أن تطرح مفهوما ما للتراث، وهو أن ينتقل الشاعر أو الإنسان الذي يحيا بيننا الآن
إلى وراء، إلى مرحلة ما في تاريخنا، لكن لماذا لا تحاول أن يكون هذا الطرح منسجما مع واقعنا الذي نحياه الآن؟ لماذا لا يكون لنا شعرنا الأصيل؟ وهذه الأصالة لا شك سوف تكون مشتقة من الأوائل، ولماذا لا يكون في نفس الوقت معاصرا، وهذه المعاصرة سوف تكون من الحاضرين؟ أظنني لم أقل في الحقيقة أننا نعود بشعرنا ونعود بفكرنا إلى الوراء، بحيث نعايش الفرزدق وذي الرمة جريف والأخطل في أفكارهم وفي مداركهم وفي مناحيهم وفي أدوارهم وفي أطوارهم. لم أقل هذا، وإنما أقول إن الشعر ينبت من فكر، وينبت ويغذيه مجتمع، وتغذيه أمة ومحيط وبيئة. جميل. أستطيع أن أقول لك إن ذي الرمة، أن ذي الرمة حينما وصف بيئته ووصف محيطه، والفرزدق كذلك، وجرير كذلك، وامرؤ القيس والنابغة وطرفة ومن إليهم، وصفوا مجتمعهم وقالوا ما يحيط بهم وبمجتمعهم، وجادوا وأجادوا وأبدعوا وأمتعوا. وأنا حينما أطالب شاعر اليوم أن يعود بنفسي إلى مستوى أولئك، إلى مستوى الجاهلية، أو إلى مستوى الإسلام، صدر الإسلام، أو إلى مستوى بني العباس أو بني أمية، أقول خطلا، وأطالب الأيام بما ليس من شأنها، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. أنا أطلب من ابن الله، من شاعر العصر، أن يكون متفاعلا مع عصره، منجبا مع ما يحيط به، عصر الطائرة وعصر الصاروخ وعصر غزو الفضاء وعصر ما هو محيط بنا الآن، وما لا يخلو منه وقت ولا زمان ولا مكان. أطالبه بأن يعود إلى ذلك العصر، لا، وإنما أطالبه بسلامة لغته، بتركيز فكره، بأدائه الصحيح على الوزن الصحيح، على المنوال الصحيح الذي جاء عليه الأسلوب العربي منذ عهد امرئ القيس وما قبل عهد امرئ القيس إلى اليوم. أما أننا نطالبه بأنه يرجع إلى عصرهم فلا، وإما أننا نطالبه بأن نأتي بلغة وبشعر وبأساليب غير معروفة للعربية في ماضيها وفي متوسطها بل وفي حاضرها، يأتينا بلغة جديدة وبأسلوب جديد وبخيال جديد وبأشياء جديدة، لا، هذا لا أرضى عنه وسوف لا أرضى عنه. أستاذنا، لو أردنا أن نخرج قضية الأصالة والمعاصرة من إطارها النظري إلى أرض الواقع، وأردنا تمثلها في مؤسساتنا الثقافية والاجتماعية والسياسية، إلى أي مدى نرى مجتمعنا وثقافتنا المعاصرة أصيلة ومعاصرة في آن واحد؟ أنا أقول إن احنا أخرجناها بالفعل، ولكن لم نخرجها بالدرجة الكافية. يكفي الآن ونحن جالسون هنا التلفزيون من حيث هو أداة توصيل، ده معاصرة. الحشو الذي حشوناه به هو فكر عربي إسلامي، ففي هذه اللحظة التقت الأصالة والتقت المعاصرة. التقاء ميكانيكيا هنا؟ لا، ما ميكانيكيا، لأننا
المادة الفكرية التي وضعناها فيه ليست ميكانيكية. أنا استغليت الأداة الصناعية الميكانيكية في توصيل فكري أنا العربي المسلم. طيب لماذا هذا الفكر لا يصنع مثل هذه الأجهزة؟ لأن الحضارة التي أنتجته حضارتنا القديمة لم تخلق لكي تصنع أجهزة على النطاق الواسع، وإلا لو كانت هي مكتفية بذاتها فلماذا نلتمس طريقنا إلى حضارة العصر؟ نحن نلتمس طريقنا إلى حضارة العصر لأنها تضيف صفحة جديدة، وهي صفحة العلم بمعناه الجديد والصناعة. هي لا تستطيع أن تكتفي بذاتها. جميل. طيب لو تمثلنا الآن بعض الأسماء المثقفة التي يعني تملك نتاجا إبداعيا. أيوة. وأردنا أن نتمثل قضية الأصالة والمعاصرة. أيوة. في إنتاجها. أيوة. توفيق الحكيم مثلا، أو نجيب محمود، أو نجيب محفوظ، أو طه. أيوة. حسين. أيوة. أو أحد شعراء القصيدة العربية الحديثة. أيوة. طه عبد الصبور. أيوة. إلى أي مدى نرى تمثل هذه القضية. أيوة. في النتاج إلى مدى بعيد جدا، ولذلك هؤلاء الناس هم من أحسن الأمثلة التي تساق للدلالة على كيف تكون نقطة الالتقاء بين أصالة ومعاصرة. لأنه توفيق الحكيم ماذا صنع؟ صنع بأن أخذ القالب المسرحي من العصر. القالب المسرحي ليس من تراثنا، ليس عربيا يعني. ليس عربيا، وحشاه بمضمون عربي إسلامي. لكن الحشو مع القالب جاء في وحدة عضوية لا انفصال لها، لا فكاك لها. أصبح كائن جديد أمامي، كائن أدبي جديد لا له شبيه في الغرب من حيث المضمون، ولا له شبيه في حضارتي القديمة من حيث الشكل. فإذا أنا أنتجت إنتاج فيه اللقاء. تستاذن هذا ما يمثل الازدواجية يعني؟ لا، لو كان يمثل الازدواجية لو كنت لا أحسن المزج بين المضمون والقالب الذي وضعته فيه. وهذا يحدث كثير عند كثير من الأقلام، يكتبون فلا تدري هل الذي يكتب عربي أو الذي يكتب فرنجي، لأنه مقلقل فيه قلق. لكن هؤلاء الناس هذا سر قيمتهم الكبيرة. الأسماء التي ذكرتها أنت، طه حسين مثلا، هذه أهميته الكبرى. أنا في رأيي أن أهمية طه حسين ليست في كتبه بمقدار ما أنه جسد في شخصه الصيغة التي نبحث عنها، الصيغة التي مزجت العصر بالتراث، المزج الذي لا تعرف فيه أين الخط الفاصل بين الأزهري في طه حسين والعصري في طه حسين. أصبح شخص واحد ذو قيام عضوي. جميل. طيب لماذا لا نعتبر المعاصرة بمثابة الإضاءة التي تكشف يعني هذه القضية، قضية الأصالة والمعاصرة؟ أيوه. من ناحية عربية. أيوه. كيف؟ بمعنى أنه أرى تجربة توفيق الحكيم مثلا في طلع الشجرة. أيوه. توفيق الحكيم يقول في مقدمته أنه أخذ هذا الشكل. أيوه. من التراث المصري الشعبي. فلماذا لا أعتبر المعاصرة إضاءة تضيء لي يعني أخذ هذا المركب الجديد؟ والله إذا اكتفى، إذا وجدت في هذا ما يكفي بالطبع أعمل ذلك. لكن المشكل هو أن هنالك من العناصر الأساسية في الحياة العصرية ما لا بد من إدخاله، وفي الوقت نفسه لا أجد له نظير عندي. في أشياء كثيرة جدا، يعني خذ مثلا التعليم. التعليم بمراحله الحالية عندنا، نقول مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية ثم جامعة، والجامعة تخصصات، هذه علوم وهذه أدب. هذا النظام لم يكن عندنا. إذن نحن أخذنا الإطار ووضعنا فيه المقررات التي تتفق مع تاريخنا وغير ذلك. مجموعة التعليم عندي إطارا ومضمونا نقطة التقاء أخرى، لكن ربما تكون نقطة التقاء لم نحسن فيها المزج، وحقيقة لم نحسن فيها المزج، لأنه لا يزال المنهج المتبع في التعليم داخل هذا الإطار منهج شرقي أكثر منه منهج تجريبي غربي عصري. ولذلك التعليم يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى إصلاح لتغيير المنهج ده بداخله،
إلى الحد الذي يجعل الإطار والمضمون متفقين. جميل. معروف عن المنهج الزكري محمود أنه منهج تجريبي، لكن هناك جو متوجه إلى هذا المنهج بأنه يفقد البعد الاجتماعي، فإلى أي مدى يعني يصدق هذا الاتهام؟ والله الذين ينتقدون هذا النقد غير محقين، لأن الثقافة ليست كلها في فرد واحد. تعريف الثقافة، الحياة الثقافية، هي حاصل جمع ما عند الأفراد في مجتمع. لا يمكن زكي نجيب محمود أو عشر زكي نجيب محمود يحملون ما أسميه الثقافة العربية، إنما هي موزعة. هذا يقول التجريب، وهذا يقول العلم، وهذا يقول الفن، وهذا يصنع، وهذا يزرع، وهذا يحكم، وهذا إلى آخره. العبرة بأنني إذا جمعت حاصل جمع هذه المفردات أجد وحدة كافية مكتفية بذاتها. فتقول سيادتك إن المنهج التجريبي بتاعي بيقال عنه أنه ليس فيه البعد الاجتماعي، فلأترك البعد الاجتماعي لشخص آخر. شريطة أن يوجد يعني، وإلا يتكون ثقافتنا في مجموعها أرجاء. لابد من النظر إلى الحياة الثقافية كحاصل جمع ما عند الأفراد. لا تتوقع من الشخص الواحد أنه يحمل الدنيا كلها على كتفه، مش ممكن، وغير صحي، يبقى الموقف غير صحي. جميل. غير سليم. طيب هل هناك مساهمين آخرين يشاركون الدكتور زكي نجيب محمود في توضيح أو في تأكيد نظريته؟ هنالك كثيرون يقولونها باللسان ولكن لا يمارسونها. يعني أنت لو سألت أي إنسان عربي مثقف ما رأيك في أننا نجمع ما عندنا ما ونأخذ من العصر ما يتفق معه، لن تجد من يعارض أبدا. ولكن حاسبه بممارسته، تجده بمثابة من اعترض. لأنه إذا كتب مثلا، إذا كان من الكاتبين، أو إذا صنع صناعة فنية، إذا كان من الفنانين، ترى منحاز انحياز كلي، منحصر انحصار كلي في هذا أو في ذاك، ولم يجمع. لكن في قلة في حياتنا الثقافية هي التي استطاعت أن تجمع ولو إلى حد ما من هالأسماء اللي سيادتك ذكرتها، ومن هنا سر عظمتهم. جميل. طيب استنى، ما بالإمكان أن نقول أن زكي نجيب محمود كان يمثل امتدادا فكريا للرفاعة رافع الطحطاوي الذي دعا إلى هذه القضية في وقت مبكر؟ رفاعة رافع الطحطاوي لم يدعو إلى هذه القضية، وأنا ربما مارسها. هو دعا ومارس أساس أنا أشترك معه، وهو مزج حياتنا بالغرب. يعني أخذ من الغرب وأضع وأعجن عجنة جديدة لتخرج لي ثقافة عربية إسلامية جديدة. أنا أقول بهذا أيضا بالطبع، ولكن الوسائل أو تفصيلات الموقف تغيرت. أنا بيني وبين رفاعة الطحطاوي الآن أكثر من قرن ونصف، فالقرن ونصف هذا تغيرت فيه ثقافة أوروبا نفسها. لم تكن هناك التكنولوجيا مثلا، العلم بالمعنى الجديد لم يوجد حتى في أوروبا، لأنه ده هذا وليد منتصف القرن الماضي. فبمقدار ما القرن ونصف أنتج جديد، تغيرت الصورة في تفصيلاتها لا في مجموعها. طيب أين نجد الأسس الفكرية لنظرية زكي نجيب محمود؟ هي الواقع مبالغة أن تتفضل سيادتك وتسميها نظرية زكي نجيب محمود. أنا ليس لي نظرية، إنما أنا لسان معبر مع مجموعة أشخاص آخرين يعبرون عن ضرورة أن نجد لنا مكانا في هذا العالم المعاصر. يعني لست أنا الوحيد اللي بقول كده، ولا أنا أول من قال، إنما ربما أكون يعني أعطيت من وقتي ومن جهدي أكثر من غيري لتوكيد هذه الدعوة. سمحت لنفسي أن أعود إلى شيء كتبته من قبل، يعني أو لعلي أكتبه دائما. هو
يعني المناظرة بين الأصالة والمعاصرة أنا أرى أنها يعني مناظرة سطحية، وهي نحن نتلهى بها عن جوهر القضية، وهي تذكرني عندما كنا تلاميذ في المدارس الابتدائية ويقولون لنا مناظرة بين السيف والقلم في موضوعات الإنشاء، مناظرة بين الطائرة والباخرة، ولعلك تذكر مثل هذه الأشياء. إذا كان القلم يعني الفكر والسيف يعني القوة، سيظل العالم دائما محتاج إلى الفكر وإلى القوة. يعني العالم محتاج دائما إلى كل هذه الأشياء، ولا يوجد الاختيار بين هذا فقط أو ذاك فقط. هذه كانت تعطى لنا كموضوع إنشائية لاختبار قدرتنا على الإدلاء بالحجج إلى آخره. المناظرة بين المعاصرة والأصالة هي شيء من هذا القبيل، لأنه لا يوجد شعب أو أمة كالأمة العربية لها تراث وتاريخ وحضارة قديمة وعظيمة، ليست حضارة يعني متخلفة في الماضي. لا يوجد شعب يستطيع حتى لو شاء أن يتخلص من هذه الحضارة، هي محاولة فاشلة، فضلا عن أنها محاولة غير جائزة، لأنه هذا التراث وهذا الماضي قد يكون لبعض الناس مصدر ضعف، يعني حين ننظر إلى الوراء فقط، ولكنه هو بالتأكيد لكل شعب حي مصدر إلهام ومصدر حماسة ومصدر قوة. ويكفي أن أشعر أنني أنا العربي الذي استطعت ذات يوم أن أكون كذا وكذا، إذن فأنا أستطيع أن أكون مرة أخرى، ولكن هذا لا يمنعني من الأخذ والفهم، مش الأخذ، الفهم بكل الظروف المعاصرة والأخذ منها بكل ما يتناسب مع هويتي وشخصيتي. فالمقارنة في الواقع يعني مقارنة قديمة ولا مسوغ لها، وكما أقول هي سطحية، وهي نوع من التمرينات العضلية في الجدل. ولكن التحدي هو التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، هنا يصور الجدل الحقيقي. من السهل أن أقول أنه يجب أن نجمع بين الأصالة والمعاصرة، تبدأ القضية حين أبدأ في الجمع فعلا، أي شيء في تاريخي أصيل وأي شيء في تاريخي كان عابرا ولا أعتبره جزء من الأصالة، لأنه تاريخ الأمة العربية كما كان حافلا بالصفحات المجيدة فقد كان حافلا بصفحات التخلف والتأخر. الصفحات المجيدة ولدت قيم مجيدة، الصفحات المتخلفة ولدت قيم متخلفة. أظن ولنأخذ اللغة وهي أبسط معيار، كيف كانت اللغة العربية في وقت من الأوقات لغة في قمة الفصاحة، لأن هذه بتعكس نوعية المجتمع، ليست مسألة شكلية. وفي فترات بالقرون كانت اللغة العربية في قمة الاضمحلال، حين نقرأ حاليا أوراق وكتب ومؤلفات عمرها 100 أو 200 سنة في عهد الحكم التركي، حين كانت اللغة العربية ليست لغة رسمية إلى آخره، نجد لغة عربية ركيكة جدا إلى آخره، تعكس مجتمع ركيك. هذا لا نقول أنه قيمة من القيم الأصيلة، فالأصالة هي أن ننتقي القيم التي تستحق لقب الأصالة، تستحق الحياة، ونضيف إليها القيم المعاصرة مرة أخرى، ليست بروح التقليد والمحاكاة السطحية، ولكن بروح الفهم لما هي القيمة المعاصرة لدى المجتمع المعاصر المتقدم. أسهل شيء أن يذهب الإنسان العربي إلى الخارج، يرى مظاهر الطرف والرفاهية واللهو وكذا، ويأتي ويتحدث عن الشعوب التي زارها وكأن هذه حياتها، لا يعرف أن هذه الشعوب
الجانب الأساسي في حياته هو الإنتاج والعمل، وأن هذا الشخص الذي يجده في أمريكا أو في أوروبا أو في غيرها يسهر ويلهو، قد عمل 8 ساعات كاملة في اليوم على الأقل، ولو قصر 5 دقائق لفصل من عمله، وأنه يستمتع براحته بناء على هذا العمل. فهنا يجب أن نأخذ قيمة العمل ولا نأخذ قيمة الفراغ. الفراغ جاء بعد العمل، كما نعلم في الثورة الصناعية في أوروبا بدأ العمل 14 ساعة في اليوم، كانت القوانين تصدر لتحدد ساعات العمل في اليوم 14 ساعة في اليوم، إلى أن أصبحت 8 ساعات 7 ساعات، يعني كلما اكتسب المجتمع درجة من التقدم، ولكن نحن نبدأ من نقطة اللا عمل. فإذن هذا أيضا ليس أخذا بالقيمة الحقيقية. فالجمع بين الأصالة والمعاصرة هو الجمع بين القيم الحقيقية المتقدمة الحية في الأصالة والمعاصرة. أنا أقول عادة أنه أحد المشاكل التي نواجهها مع الأسف هذا السؤال، السؤال عمره 100 سنة بهذا الشكل الذي نطرحه الآن كما نتحدث فيه الآن، يعني على الأقل منذ عهد الشيخ محمد عبده وهؤلاء المجددين. فإذا يعني وهذا كثير في الواقع، أن تبقى الأمة العربية 100 سنة وهي ما زالت تناقش هذه المناقشة البيزنطية التي طرحت السؤال فيها منذ 100 سنة، وأنا أزعم أننا تخلفنا في الإجابة عن هذا السؤال لسبب قد يبدو سطحي ولكنه سبب حقيقي. إلى الجيل الذي سبقنا بقليل أو بكثير، كان عادة المثقف العربي يجمع بين الثقافتين، البارز المثقف القائد، يعني حين نذكر طه حسين أو العقاد أو السنهوري في القانون أو الشيخ محمد عبده في الفقه أو إلى آخره إلى آخره، نجد أنهم جميعا ملكوا ناصية العلوم العربية والأصلية القديمة، درسوا في الأزهر وقرأوا كتب الشريعة والفقه والأدب العربي القديم وإلى آخره إلى أقصى درجة، وفي نفس الوقت أتيحت لهم فرصة الثقافة الغربية إلى أقصى درجة. الشيخ محمد عبده عاش في فرنسا منفيا، الدكتور السنهوري أكبر فقيه في القانون في العالم العربي ومن فقهاء القانون في العالم، تخرج من باريس، وكان هو أول من دعا دعوة جدية مدروسة ليست دعوة صحفية إلى الأخذ في التشريع بمصادر أساسية ورئيسية من التشريع الإسلامي. كان علم الغربي الحديث مع علم العربي الراسخ. طه حسين كما نعلم كان أزهريا ثم كان سربونيا، العقاد لم يتعلم في مدارس ولكن درس الأمرين، كما كان يستطيع أن يكتب عن أصعب الفلاسفة الألمان، فكتبه عن العبقريات أظن يعني من أهم الكتب في العصرية في التراث الإسلامي. منذ ذلك الجيل في الواقع انقسم التعليم في بلدنا، أصبح تعليم مدني وتعليم ديني. وأنا يعني أستأذن أن أضرب مثل بمصر، ولكن هذا متكرر في معظم البلاد التي كانت فيها جامعات دينية قديمة، إذا كان الأزهر في مصر فالقيروان في تونس فكذا فكذا إلى آخره. فريق يذهب إلى الدراسة الدينية ويكتفي بها، وفريق يذهب إلى الدراسة المدنية الحديثة ويسافر إلى أوروبا وكذا كذا ويعود، وقد أمسك بناصية العلم الغربي ولا يعرف غيره ويعتقد أنه أوتي كل الحقيقة. مع الأسف اختفى من حياتنا الثقافية والفكرية الجيل الذي كان يجمع بين الثقافتين على نفس المستوى، ولذلك كان هذا الجيل دوره دور عظيم في محاولة الجمع بين الأصالة والمعاصرة. يعني حين أقرأ عبقريات العقاد، عبقرية محمد، عبقرية عمر، عبقرية خالد، فيها
من الأصالة والوعي بحقائق وبأهم قيم المجتمع الإسلامي الأول ما فيها، وفيها من أحدث وسائل التحليل العلمي والمنطق الحديث وكل أدوات الكتابة الحديثة ما نعرفه. هذا الانفصام في الواقع مشكلة علينا أن نواجهها. جزء من مواجهتها هو مناهج التعليم. مناهج التعليم فيها انفصام في الشخصية، يعني قد يكون هناك درسين بينهما فسحة 10 دقائق، كل درس في وادي آخر. مدرس هذه المادة، يعني أنا لا أفهم أن مدرس الذي يدرس تاريخ الثورة الفرنسية لا يكون على دراية بتاريخ التحضر الإسلامي. هذا هو ليست مادته ربما، ولكن يجب أن يكون مدركها، لأن القضية كلها في النهاية قضية الإنسان والمجتمع الإنساني. وطبعا هذا بالنسبة لمجموع الناس. بالنسبة للمثقفين الباريزيين عليهم واجب أكثر في بذل جهد أكبر في محاولة الجمع بين الأمرين. أنا آسف أن أنا أطلت في الإجابة على هذا السؤال، ولكن الواقع هذا، لأنه سؤال مهم جدا، ولأنه دائما أنا رد فعلي أنني فعلا يعني أغتاظ بشدة حين أجد أنه ما زال السؤال مطروح بطريقة الأصالة أو المعاصرة. القضية أنه لابد من الأصالة والمعاصرة معا. جميل. ولكن المهم هو أن نعرف ما هي النسبة، وما هي الأصالة التي لابد من التمسك بها، وما هي المعاصرة التي لابد من الأخذ منها. إنما النقطة أن يجب أن نطور قاموسنا الخاص الفكري والسياسي والاجتماعي والشعري، أعتقد هذا أمر ضروري. وأرجو إن شاء الله بعد أن زال الانبهار الذي أعشى أبصارنا ببريق الحضارة الغربية أن نقتبس منها الجوانب النافعة، وأن نحتفظ في ذات الوقت بأصالتنا وبذاتيتنا وبتميزنا الحضاري. في الواقع أن يطرح يعني قضية التخلف الحضاري التي تعيشه الدول العربية والدول النامية، معرفة يعني إلى أي حد سوف ننجح فعلا يعني في إيجاد قاموس فكري ينسجم مع يعني الدوافع الحضارية التي تنطلق الآن من المجتمع العربي. والله العملية ليست سهلة. الإلمام بالتراث في حد ذاته لا يكفي، يعني مع الأسف احنا الآن نكاد نكون في هوة فكرية بين نوعين من المفكرين، سواء لدينا أو لدى الدول الأخرى. نجد الذين يتقنون التراث ويعني يجيدونه، وتستطيع أن تقول أنهم ملمون بأبعاده، ولكنهم لا يكادون يعرفون شيئا عن الواقع المعاصر سواء كان عربيا أو غير عربي. ونجد بالناحية أخرى الأشخاص الذين ألموا بالتيارات الفكرية المعاصرة، ولكنهم يجهلون تقريبا كل شيء عن التراث. حتى ينشأ عندنا جيل، لا يكفي فرد أو فردين أو ثلاثة، حتى ينشأ عندنا جيل من أولئك الذين يدركون أن أي نهضة حضارية جديدة يجب أن تقوم على جناحين. الجناح الأول الانتماء الحضاري الأصيل الإسلامي والعربي، والجناح الثاني هو مواكبة العصر ونظرياته وعلومه. لا يمكن أن تقوم هذه النهضة، ولا يمكن أن نطور قاموسنا. ومع الأسف الآن إذا نظرت نجد هو تفصل الطرفين الذين يعني إن صح التعبير التراثيين والمجددين. وطبعا صراع عنيف جدا، هو صراع مرير، مع أنه الوضع السليم أن لا يكون هناك صراع، بل على العكس أن يدرك كل إنسان أنه في نفس الوقت يجب أن يكون من التراثيين باعتباره ينتمي إلى حضارة معينة، إلى
قومية معينة إلى جذور تاريخية معينة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن يكتفي بهذا الانتماء، لأننا نحن الآن في عصر حقق منجزات كبيرة جدا، وصل الناس إلى القمر، لا يمكن أن نكتفي بالتفرج على الآخرين، وإلا لن تقوم لنا قائمة. ومع الأسف الآن كما ذكرت لك يكاد الموضوع ينفصل بين أناس يكتفون بالحديث عن الماضي وبين أناس يكتفون بالاندفاع نحو الجديد، ولكن حتى تقوم هذا الصلة المتينة لن نستطيع أن نبني حضارة ذاتية ونهضة، نستطيع أن نستورد المعدات والمصانع والسيارات، ولكن في الواقع سنبقى متفرجين، سنبقى على هامش الحضارة، وسيبقى انتماءنا للقرن العشرين هو انتماء الشخص الذي أتاحت له ظروف أن يحظى ببعض الثراء واشترى سيارات واشترى معدات، ولكن لن نكون عنصر خلاق وعنصر أساسي إلا إذا أصررنا على انتمائنا الحضاري من ناحية، وعلى مواكبتنا لكل علوم العصر. وعندما أتكلم عن مواكبتنا العصر لا أعني المواكبة السطحية بالأزياء وبالعادات وبالصفات وبالتحلل، ولكن أعني بالمنجزات العلمية والفكرية والطبية والصناعية والتقنية والإدارية، هذه هي منجزات العصر. الأشياء الأخرى هي قشور، ومع الأسف كثير من الناس عندما يتكلمون عن الجديد في الواقع هم يتكلمون عن الأشياء المظاهر التافهة هذه التي هي حتى في الغرب، حتى الحضارة الغربية في الواقع ترفضها، التحلل الجنسي، الإباحة، الموضات، الأزياء، الشعر، هذا ليس العصر. فأنا أرجو أننا نتمكن إن شاء الله أن نعمل هذا التزاوج الفكري الضروري بين انتمائنا التاريخي وبين التحديات المعاصرة. جميل. تثير الآن في الواقع نظرية فكرية في معظم الأوساط الأدبية في الوطن العربي، وهي نظرية الأصالة والمعاصرة. فمعرف يعني لو أردنا أن نتمثل يعني هذه النظرية على واقعنا الأدبي في المملكة هنا، فمعرف يعني هل نرى فعلا لنا أدبا أصيلا ومعاصرا؟ والله هذا أيضا من القضايا التي يثور حولها جدل شبيه بالجدل الكلاسيكي وبالجدل الكلاسيكي والرومانسي والذاتية والواقعية. بس على أساس أنه النظرية إلى حد ما النظرية عربية. معليش، يعني أنا لا أفهم أيضا، هذا من الأشياء التي لا أفهم لماذا يدور حولها جدل. أنا أعتقد أنه أي شعر أو أي أدب في المملكة أو في غير المملكة يجب في الحالتين أن يكون معاصرا وفي نفس الوقت أصيلا. يعني هذا القضايا من القضايا التي لا أفهمها عندما تطرح، عندما تتكلمون عن الشاعر والمعاصرة، الشاعر والحداثة، الشاعر والأصالة، الشاعر الحقيقي يجب في الوقت نفسه أن يكون أصيلا ويجب في الوقت نفسه أن يكون معاصرا. إذا ما كان أصيلا سوف يتكلم بكلام يمج الذوق. كثير من الشعراء الشباب يتحدثون بلهجة معاصرة ولكن لهجة مبتوتة الصلة بالماضي، لذلك تجد جمهورهم أيضا محدودا. أيضا يجب أن يكون هذا عن أصالة، يجب أن يكون الشاعر في نفس الوقت معاصرا، بمعنى أنني عندما أبدأ قصيدة الآن بالكلام عن الأطلال، أنا أحب القصائد القديمة التي تتكلم عن أطلال، ولكن أي أطلال موجودة الآن؟ عندما أتكلم أقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ما عاد الآن في أطلال، في بيوت مع سمنت وطابوق وحديد. نفس الشيء عندما يتكلم الشاعر عن حاجي العيس، أنا أفهم أنه العيس وودع هريرة أن الركبة مرتحلة والأشياء هذه، عندما يتكلم الشاعر عنها كصور رمزية فلكلورية حسن، ولكن عندما يأتي شاعر يعيش في القرن العشرين الآن ويتكلم عنها كواقع، طبعا هذا الشاعر لا يمكن أن يكون شاعر حقيقي لأنه لا يعيش في أوضاع الحياة المعاصرة. أنا أعتقد أن الموضوع ما يجب أن نقصر على مستوى المملكة، إنما يجب أني أعرف عندما أقرأ لشاعر، يجب أني أعرف أن هذا الشاعر عربي ولا يعني إذن كأنني أقرأ شعر لأي إنسان. في نفس الوقت يعني يجب أني أشعر أنه يعيش في القرن العشرين، مش بس في القرن العشرين، في يعني في سنة معينة من القرن العشرين بظروف معينة. فأنا أعتقد أنه هذا من يعني خصائص الأدب الحقيقي. وأنا في الواقع أرى أنه الجدل الذي يثور حوله بكل صراحة جدل عقيم، لا أرى أي
جدوى أو فائدة من أن نتجادل حول الموضوع. يعني القضية بالنسبة لي تكاد تكون محلولة، يجب أن يكون الشاعر معاصرا وفي نفس الوقت أصيلا منتميا. بس كيف السبيل يعني إلى جعل هذا الأدب أصيلا ومعاصرا؟ ربما يكون ده الإحساس إحساس شخصي يعني أو ذاتي. ما في سبيل، هذه الأمور الأدبية ليست دائما يسألون ما هو السبيل لتنشيط الحركة الأدبية، ما هو السبيل لجعل أدبنا عالميا، ما هو السبيل لجعل، ما في سبيل لذلك. السبيل لذلك أن يكون عندنا العدد الكافي من ذوي المواهب، وهذا شيء سبحان الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء ما يشاء من المواهب. إذا وجد عندنا الشعراء الحقيقيين الموهوبون بالكثرة الكافية تكون المشكلة محلولة، ولكن لا توجد هناك وصفة طبية أقول لك والله خذ حبة قبل النوم وحبة بعد الأكل وبعد شوية تلقى عندك حركة معاصرة وأصيلة. ولذلك أيضا الأسئلة هذا أنا لا أفهمها، دائما أسأل كيف نوجد أدب عالمي، كيف نوجد شعر جيد، كيف نحرك الركود الأدبي، كيف 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 كيف، كأن العملية عملية يعني شيء تعمله أو أسباب. لا، العملية عندما يكون عندنا عدد كافي من الشعراء تنحل المشكلة، عندما يكون عندنا النقد الأدبي، ركود النقد الأدبي، يعني الناس يتكلموا عن الأمور كأنها يعني أمور بإمكاننا التحكم فيها، كأنها يعني ظواهر. عندما يأتي اليوم الذي يكون عندنا فيه مواهب أدبية كافية فسوف تفرض نفسها برغم عن كل شيء، ستوفى تفرض نفسها في الأدب، في الشعر، في القصة، في كل شيء. أما أننا نحاول أن نوجد هذا الشيء عن طريق تفرغ أو عن طريق حوافز أو عن طريق المناقشة، هذا الشيء لن يحصل. الشعراء موهبة، الشعر موهبة، النقد إلى حد كبير تدريبه موهبة. ما أحد جاء قال والله كيف نوجد شكسبير، ما أحد جاء وقال نسوي لجنة نبغى شاعر انجليزي ممتاز، تعالوا نعمل لجنة نشوف كيف نوجد شكسبير. وجاءوا والله وجاءوا شخص وقالوا له تعال شكسبير ندربك تصير شكسبير، ولا جاء احد وقال والله احنا نبغى شاعر عظيم تعالوا يا جماعة نفكر كيف يكون عندنا متنبي. ظهروا إيه بس اختلف الوضع يعني من الفترة اللي طلع فيها المتنبي لفترتنا الان. يعني لا، بالنسبة للادب ما اختلف الوضع، الادب سوف يبقى موهبة، الشعر سوف يبقى موهبة، ما نستطيع اننا عن طريق النقاش والتحليل العلمي ان نجد لها حل. انا في رايي طبعا يعني راي متواضع، قد اذا كان انت عندك وسيله ان تستطيع فيها ان يعني تشير باسلوب معين باتباعه يستطيع الادباء ان يصبحوا موهوبين ومعاصرين. اقصد ان العمليه يعني تكمن في ايجاد يعني بيئه ثقافيه حتى فعلا تترعرع فيها هذه المواهب. يعني بمعنى اخر انه اصبح ايضا يعني للدوله دور في يعني تهيئه الظروف المناسبه التي يبرز فيها الشاعر وتتلعلع فيها موهبته. عزيزي هذا الموضوع اصبح مثل الحوافز مع الاسف. الان عندما تكلم اي انسان يقول لك الحوافز، قبل ان يذهب الشاب ليلتحق بكليه يبحث عن الحوافز، قبل ان يذهب عن وظيفه يبحث عن الحوافز والمغريات. يقال لماذا لا تطبع الدولة الكتب، لماذا لا تنشئ الدولة قسم للثقافة أو وزارة للثقافة، لماذا؟ هذا كله حسن وهذا كله جيد وتفرغ الأدباء، ولكن هذا لن ينتج لنا أدبا حقيقيا. إذا كنا نعتقد أننا نستطيع بتخصيص 100 مليون ريال سنويا للأدب أو للأدباء أو للنوادي أو للمتفرغين أن ننتج أدب، فهذا وهم كبير جدا. الأدباء الحقيقيين أنتجوا روائع الأدب من غير رعاية من الدولة، بالعكس يمكن في ظل ظروف مالية صعبة. من أعظم أدبائنا اليوم نجيب محفوظ، أعظم تقريبا أحسن كاتب قصة كاتب رواية في العالم العربي، أنتج وكان موظف طول عمره، موظف صغير وكان ينتج الرواية يروح يمكن ينتزع من وقته ساعتين ثلاث، فين التفرغ؟ فين فأنا أقول يعني أرجو أن لا تسيء فهمي، بإمكان الدولة أن ترعى الأدب وأن تقدم رعاية أكبر، ولكن هذا لن يحل المشكلة. عندما يكون هناك أدب حقيقي، شعر حقيقي، سواء كانت هناك رعاية من الدولة أو لم تكن، سواء كانت هناك حوافز أو لم تكن، فسوف يفرض نفسه. لذلك أيضا هذه من الأوهام الآن التي بدأت تظهر، أنه يعني كما أننا يمكن أن نشجع الصناعة بالحوافز، إحنا نقدم حوافز بالصناعة، نعطي قروض ونعطي أراضي فتقوم مصانع. أيضا لو قدمنا حوافز الأدب يقوم أدب، هذا أعتقد وهم كبير وفي نفس الوقت وهم خطير، لأننا لو أنفقنا مال قارون لن نستطيع أن نحظى بعمل أدبي واحد جيد ما لم تكن الموهبة موجودة، ولو كانت موجودة ما في داعي ننفق عليها. أنا أرجو يعني أعتذر مقدما
من الأدباء، لأنهم الأدباء أيضا دائما يعتقدوا أن رعاية الدولة لهم سوف تؤدي إلى إنتاج أو إلى تحسين في الإنتاج. كنت من بيت الواقع تطرح قضية هامة جدا، وهي قضية يعني مواطنية المواطن، معنى آخر أن المواطن في كثير من الأحيان وحكم أيضا الأشياء التي توفرها الدولة يعني بصورة ربما يكون يعني مبالغ فيها بالنسبة إلى يعني المجتمع الثانية، أنه ما أصبح فعلا في حافز داخلي عند المواطن أنه يعمل. فما أعرف يعني هل فعلا هذا ما ذهبت إليه أو؟ والله أنا طبعا تطرقت لهذا، وهذا أنا أعتقد هي أخطر مشكلة تواجهنا، وهو أنه الآن في هذا الزمن في هذا أصبحت الأمور مهيئة، أصبح الثراء متوفرا، أصبح المطامح للأمام الشاب هي مطامح تكاد تكون جميعها مادية. عنصر المثالية أنا الواقع أفتقده في الشباب، عنصر الإيمان بمثل عليا تتجاوز السيارة والفيديو والفيلا أنا أفتقده أيضا. عنصر الخدمة، أنك عندما تخدم وطنك، عندما تعمل أنت تعمل لخدمة وطنك، عندما تلتحق بالكلية الحربية يجب أن تلتحق بالكلية الحربية لأنك تعتقد أنك يجب أن تعطي دمائك للوطن، ليس لأن الكلية الحربية تعطي 800 ريال أو 900 ريال والكلية الأخرى لا تعطي شيء. عندما تلتحق بوزارة الصناعة من باب الدعاية العرضية يجب أن يكون الهدف أنك تؤمن أن مستقبل أولادك يعتمد على إقامة صناعة في البلد، ليس لأن وزارة الصناعة مستعدة أن تعطيك مرتبة أكثر من مرتبة. طبعا هذه ظاهرة خطيرة، وظاهرة أعتقد أنا شخصيا أشعر بألم كبير جدا عندما أرى الشاب الإسرائيلي يعيش في المستوطنات كيبوتس اللي يسموها اليهودية، يعطوهم 15 دولار في الشهر فقط، 15 دولار يعني 40 ريال، والمفروض في أن يأكل مما يزرع، وأن في نفس الوقت أن يتدرب، وهناك آلاف الشباب، مئات الآلاف من الشباب اليهودي، في نفس الوقت أرى الإسرائيليين يندفعون إلى خدمة وطنهم. والشباب العرب الآن لا يتكلم إلا عن الحوافز والمغريات، تتكلم له عن أي شيء يقول لك ما هي الحوافز اللي عندك. طبعا هذه الآن ظاهرة منبثة في مجتمعنا، ما في شك أن هذا ظاهرة خطيرة جدا، وإذا لم يعني يكون هناك انبعاث ونهضة روحية حقيقية شاملة، ليس مجرد كلام، لا يكفي الكلام في الموضوع أن نتكلم، لا، وإنما في سلوكنا، إذا لم يكن هناك نزرع مرة أخرى المثالية في نفوس الشباب والتضحية والإيمان بالوطن وخدمة المواطنين، فأنا يعني مليء بالتشاؤم عما سوف يحدث بصرف النظر عن أي إنجازات مادية. بصرف النظر إحنا ممكن نزفلت شوارع، ممكن نبني مصانع، ممكن نعمل أشياء، ولكن إذا هذا الإنسان فقدناه واستسلم لهذا الاخطبوط الخطير، اخطبوط المغريات المادية والراحة والدعاء، ففي الواقع نكون قد فشلنا.